شاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد إمارة عجمان ومعسكر إعداد فريق النادي الأهلي. أمور كتير وتفاصيل كتير جدا نتكلم فيها، لكن النجاح دايما بيجي من أوضة اللبس. يعني أوضة اللبس في النادي الأهلي ودورها الكبير على مدار تاريخ النادي الأهلي بتكون هي كلمة السر. يعني معانا في هذه الأثناء واحد من كباتن النادي الأهلي، القتال، الجدية، الروح العالية جدا، كابتن رامي ربيعة، يعني الكباتن النادي الأهلي أوضة اللبس. كابتن رامي برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، ودايما بنقول جوه النادي الأهلي في ثوابت إن النجاح بيجي من أوضة اللبس في النادي الأهلي. رامي ربيعة واحد من كباتن النادي الأهلي، خليني أبارك لك على المجهودات الكبيرة اللي مبذولة سواء من رامي سواء من الكابتن محمد الشناوي من كافة لاعبي النادي الأهلي، لأن النجاح ما بيجيش من فراغ. حبيبي يا روى، والله انت معانا دايما في كل السفريات وشايف المجهود اللي بيتعمل مش مننا بس، اللعيبه كلها بصراحه والتضحيات اللي بيعملوها. يعني الموضوع بيبقى ناس شايفاه من بره سهل، بس الموضوع صعب كتركيز، وكانك تخرج من بطوله تخش في بطوله تانية بنفس الحافز وبنفس الاراده وبنفس القوه اللي انت فيها. وبرده لما بيحصل اخفاقات في معظم الماتشات بتبقى حاول ان انت عايز ترجع كمان وتلم الفرقه اكتر، لان الموضوع بيبقى في الاخفاقات بيبقى في حاله نفسيه وحشه، في تخاذل، في حاجات كده، فانت بتحاول تفوق نفسك وبتحاول ترجع نفسك من اللي انت فيه، فالموضوع بيبقى صعب يعني. بس الحمد لله النادي الاهلي عنده زي ما انت قلت عنده ثوابت وعنده نظام ماشيين عليه وعنده قواعد ماشيين عليها اللعيبه، فدي بتخلي الموضوع بيبقى سهل. لو انت ما بيحصل فيه مشاكل بتقدر تقوم نفسك وتفوق نفسك تاني يعني. كابتن رامي، في مشهد انا شفته قبل ما نسجل بلحظات، اسامه ابو علي ده اللي لسه بقاله كام يوم في النادي الاهلي، هزار مع رامي ربيعه دخل في الاجواء، مشهد بربطه مع علي معلول اللي بقاله كام سنه تحس انه موليد في النادي الاهلي، اسامه ابو علي اللي لسه قادم على النادي الاهلي. الامور دي اكيد انت اوضه اللبس ودورك كواحد من كباتن النادي الاهلي سهلتوا عليهم حاجات كتير جدا داخل النادي الاهلي. ده اللي انت بتبقى عايزه، انك انت اي لعيب بيجي جديد ما فيش حاجه اسمها جديده، وانت عايز تدخله في الفرقه عشان يفيدك. انت بالعكس، انت لما تفوق وسام ويحس ان احنا اسره مع بعض واحنا اخوات وبنضحك وبنهزر ونقعد نرخم على بعض في التمرين ونقعد نشوف ايه مميزات بعض، نشوف نحب بتحب ايه وانا احب ايه، نقعد نتكلم لو محتاجني في حاجه مثلا في ايجار بيت، ايجار الحاجات دي، لان طبيعي هو مش جديد عن الموضوع فبيبقى عايز يسال اماكن حلوه عايز يروحها، فانت طبيعي بتتعامل بره الكوره بطريقه ان انت صاحب. فبصراحه الجروب اللي موجود او اللعيبه اللي موجوده كلها هم بيساعدوا بعض، ما بيحاولش حد يبقى شايف نفسه على التاني، لا بالعكس احنا بنحاول نفوق بعض. والله العظيم يا اكرم، فالموضوع بيبقى لذيذ. ان موضوع التنشانه ده ما يعني مش معانا يعني، كلنا زي ما قلت لك احنا اخوات يعني، فهستفيد ايه مثلا لو انا عملت وحش؟ ما يجي في التمرين متنشن، ممكن يبقى في ما بيننا مشاكل، ممكن نتخانق، ممكن يحصل حاجه، طب وليه وجع الدماغ؟ ما احنا بالعكس احنا بنقرب من بعض عشان الموضوع يبقى لذيذ بعد كده، والموضوع برده يبقى بيفيدني في الملعب بعد كده لما اقول له على حاجه يفهم ان انا خايف عليه وعايز مصلحته. فدي بس وجهه نظري يعني في الموضوع. على مدار تاريخ النادي الاهلي في اجيال تاريخيه بالنسبه للنادي الاهلي حفرت اسمها في تاريخ النادي الاهلي، جيلكم واحد من اهم الاجيال في تاريخ النادي الاهلي على مستوى البطولات على مستوى الالقاب، بيشيلكم مسؤوليه كبيره جدا، خاصه ان معاكم عدد كبير جدا من اللعيبه الناشئين، شايفك في المطار قاعد بتديهم نصايح، اعتقد انتوا صنعتم حاله في تاريخ النادي الاهلي. بصراحه يعني النادي الاهلي هو اللي بياخد البطوله، مش ما فيش جيل بياخد حاجه يعني، انت النادي الاهلي ده اللي اتعودنا عليه من صغرنا. انا بقالي من وانا 8 سنين وانا في النادي الاهلي، وانا عندي 8 سنين. انا عايز اقف عند الكلمه اللي انت قلتها لان كلمه ما تعديش من فراغ، ان النادي الاهلي هو اللي بياخد كل حاجه. لان بلاقي ناس كتير يقول لك انا خدت كام بطوله، او لا مالهاش علاقه بخدت كام بطوله، انت بتلعب عشان النادي الاهلي، انت ما بتلعبش عشان خاطر نفسك، لو بتلعب عشان خاطر نفسك الموضوع هيبقى تاخد بطوله او اتنين وتبقى عايز تمشي، انما في لعيبه مكمله وفي لعيبه بتبدا في النادي الاهلي وبتفنش في النادي الاهلي، فالموضوع بالنسبه لك انت في سيستم وفي حاجه انت مبسوط بيها وفي نظام حلو، فانت مبسوط بالشغل. لان انت لو بتشتغل مثلا سي مثلا بتشتغل في شركه مش مبسوط من الشركه اللي انت فيها، اكيد هتبقى بتدور على حته ثانيه عايز تمشي فيها منها، او تروح لمكان جديد، بس انت مبسوط في المكان فانت بتعمل حاجه عشان خاطر المكان وينجح. عشان كده بقول لك ما فيش حاجه اسمها جيل قديم وجيل جديد، انت كل الاجيال بيجتمعوا ان انت عايز ترفع النادي الاهلي ان هو يبقى زي ما انت بتاخد احسن نادي او بتاخد اكتر نادي واخد بطولات. الحاجات دي كلها القاب للنادي الاهلي، ما بتقولش ده جيل قديم او جيل جديد، كلنا بنكمل بعض. السنة اللي فاتت 5 بطولات، السنة دي نقدر نقول في البداية كان في إخفاق لكن قدرنا سريعا نرجع، بتاخد السوبر، بتاخد تالت العالم، لسه جمهور النادي الأهلي عايز أفريقيا، عايز الدوري، الحوافز دي والدوافع دي بتتعاملوا معاها إزاي يا كابتن رامي؟
زي ما قلت لك الموضوع صعب مش سهل، الدوافع لازم تتجدد دايما باستمرار، لان لو ما اتجددتش هيبقى في روتين في الشغل او في روتين في التعامل ما بيننا وما بين بعضينا. ده بيعتمد بقى زي ما انت شايف في معسكر مثلا، بنحاول نطلع نفسنا من التنشنه، بنحاول نضحك، بنحاول نهزر، بنحاول نعمل حاجه جديده. والاخفاقات اللي حصلت في بدايه الموسم ده طبيعي، يعني الناس ممكن ما تتقبلش ده، بس يعني انت عندك في انديه كبيره ما بتقعد بالسنين واقعه، ما بتعرفش تفوق غير بعد فتره. فانت ده اللي بقولك عليه، ان في سيستم في الاهلي وفي نظام في الاهلي ماشيين عليه، انك لو وقعت ما بتاخدش وقت، بس الناس ما بتتقبلش الوقعه دي، بس انا بتبقى ساعات صحيه مش 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 مضره للفرقه ان هي تفوقك، بتحاول ترجع تاني المسار، ان انت حسيت بفرق التعامل مثلا، لو انت بتكسب بتكسب بتكسب، فلما بتحصل اخفاقات شويه بتحاول ترجعك على مسارك او على الطريق اللي انت كنت ماشي فيه صح في الاول. فانا شايف ان دي بتبقى حاجه صحيه مش حاجه مضره، لان انت ما بتاخدش وقت في الوقوع يعني. فربنا يكرم ان شاء الله الموسم ده ونكمل لسه في البطولات الثانيه. رامي ربيعه، احنا بنشوف في التدريبات، بنشوف في الماتشات جديه، اصرار، حماس، ما بيقصرش في وقت من الاوقات، مهما غاب رامي بيرجع باصراره وبحماسه. لكن في حاله مختلفه مع مستر كولر، في ثقه ما بين رامي ربيعه ومستر كولر شايفينها انعكست خلال الفتره الماضيه. اصل لعيب الكوره مالوش حاجه في ايده غير ان هو يلعب ويتمرن ويشتغل على نفسه كويس ويركز. يعني من الاخر اللي هيهتم بكلام الناس بره هيخسر كتير قوي قوي. الناس ما قاعده على في البيت، ولا قاعده على الموبايل، ولا قاعده على اي حاجه، فبيقعد يتكلم ويقول كلام مالوش لازمه خالص. انا لو ركزت بره او ركزت مع الناس او ركزت ده بيقول ايه، او في استوديو تحليل او هنا او هنا او هنا، كلهم ناس محترمه وكلهم ناس على راسي، بس لو ركزت انا عملت ايه النهارده مش هبقى فايق لنفسي. انا في مدرب هو اللي بيقيمني، في مدرب هو اللي شايفني وحش او حلو، في مدرب شايف ان انا غلطت او ما غلطتش، هو اللي هيلاعب وهو اللي هيقعد وهو اللي هيديني الثقه وهو اللي. فانا لو ركزت بره في كلام الناس ولا كومنتات ولا يعني مش هستفيد حاجه، ولا هيفوقني ولا هيوقعني، هبقى قاعد عمال افكر في كلامه وخلاص. انما انا اكتر واحد ولا في دماغي، بارد في الحته دي جدا، ما بيفرقش معايا هتشتمني، هتلاقيني بقرا حاجه وهتلاقيني بضحك، هتلاقيني باخدها بضحك. ده انت جبت البتاع ده منين؟ اكرم هيبقى مشروع مراسل. فبالنسبه لي انا مش فارق لي خالص، الراجل لو احتاجني في اي وقت هتلاقيني موجود. اي لعيب كده ده تفكيرنا في النادي الاهلي، عشان كده بقول لك في سيستم في الاهلي ماشي عليه، مهما تقع بتقوم بسرعه، لان اللعيب مش فارق له انا العب ما العبش، المهم احنا ناخد بطوله. البطوله دي ما بتتكتبش باسم واحد بس، بتتكتب باسم مجموعه. رامي ربيعه في الاهلي من 8 او 9 سنين. لا دخلت النادي الاهلي من وانت عندك 8 9 سنين، مرت معاك كواليس واحداث كتير، مجموعه الاشبال والناشئين الموجودين معانا في المعسكر اكيد بتسترجع ايام وذكريات كتير جدا عشتها من يعني من سنين مع النادي الاهلي. بس حظوظ الناشئين دلوقتي اكتر مننا زمان. زمان انا فاكر ان اكرم مش عارفين نعمل الانترفيو بقى، خلينا نعمله. ايه ماشي. لا 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 ما تمشي، هتسيبنيش ماشي. الفكره كلها في ان دلوقتي حظوظهم حلوه في ايه، ان انت بقى عندك كل فتره بيبقى في توقف بيطلع عدد كبير قوي من الناشئين. زمان انا فاكر لما كنت طلعت، يعني اول ما طلعت كان عندي 16 سنه او 15 سنه، كنت طالع مع كابتن زيزو، قعدت لعبت ماتشين ولا ثلاث ماتشات، جه منه الجوزيه قلت خلاص انا هنزل احتياطي او هنزل ناشئين تاني. يعني المبدا انك تطلع درجه اولى كان صعب جدا لعيب من الناشئين يطلع درجه اولى. عشان كده بقول لك هم عندهم فرصه اكتر مننا، ان هم بيطلعوا بعدد وبيطلعوا بيتشافوا وبيلعبوا ماتشات فيستغلوا الفرصه دي. انما انا مثلا اول ما جه جوزيه قلت ان انا خلاص انا شكرا انا نازل ناشئين، معظمنا مش احنا بس كلنا. فاتفاجئت ان مكمل معاه، فانا بالنسبه لي يعني كانت فرصه حلوه بالنسبه لي ان انا العب يعني واكمل في النادي الاهلي فيرست تيم وانا كنت صغير في السن. يعني في مشهد بقى معتاد للاعيب لجماهير النادي الاهلي يا كابتن رامي، مشهد بقى معتاد وبقى يعني بتقول فال كويس لجماهير النادي الاهلي، تغيير رامي في اخر 5 دقائق بتبقى مرتبطه بالبطوله. شفت الامر ده ازاي، خاصه ان هو بقى يعني بقت حاجه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي معتاده، خاصه كانت البدايه طبعا في مباراه القرن، مباراه الاهلي والزمالك. الزمالك لا انا حتى بقيت المدربين بقوا بيتفائلوا بيه عامه شكلها، فحتى اللعيبه اول ما يجيبوا جون مثلا يلا رامي انت اللي هتنزل، الراجل لسه المدرب ما بيكونش بيقول لي مثلا سخن او حاجه، لسه ما قاليش حاجه، فالاقي نفسي بنزل. فهو المهم زي ما قلت لك الحاله حلوه ما بيننا، انا شايفها برضو لو انا انزل اخر ثانيه بقى على الاقل شاركت في البطوله، دي حاجه حلوه وشرف ليا ان انا في النادي الاهلي، فدي حاجه تفرحني ان الراجل بيثق فيا بينزلني في الاخر عشان اقفل الدفاع واقفل نص الملعب مع زمايلي، فدي بتبقى حاجه كويسه يعني.
باشا احنا هنقعد نلعب دلوقتي مش هنسجل. فانا بالنسبه لي مبسوط ان انا جزء من منظومه كبيره زي النادي الاهلي، فدي حاجه تفرحني وتسعدني. حتى لو قلت لك هنزل ادافع، بنزل اموت نفسي عشان خاطر الفرقه، فدي ده المطلوب، ده السيستم اللي احنا عاملينه يعني. عمر انا بشكرك، استمتعت بالحديث معاك، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله يكون معسكر مردود وخلال الفتره القادمه باذن الله. حبيبي يا روح والله انا شرف ليا والله، ودايما انت معانا، وصلاه الجمعه بتمتعنا بصراحه في بالخطبه الجمعه بصراحه ما شاء الله عليك، فربنا يكرمك ويزيدك يا حبيبي. شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، كلام من القلب دايما من واحد من كباتن النادي الاهلي رامي ربيعه. اتكلمنا معاه في كل الامور واستفدنا معاه في الحديث في حاجات مهمه جدا. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.